شهد مطار حسن جاموس الدولي انطلاق الرحلة الثانية من أفواج الحجاج التشاديين، كان بتوديع الحجاج القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بتشاد وعدد من أعضاء بعثة تنظيم الحج لهذا العام. آدم حسن مكاوي. جاء نداء الحج بيا أيها الناس كتب عليكم بالحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم، فأجابوه من تحت البعور السبع كهذه النفوس التي جاءت من بين شرق وغرب البلاد بالتلبية ليتم تفويجها إلى الأراضي المقدسة بعد أن تم إكمال تجهيزات وثائقها الرسمية من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين بتشاد بالتنسيق مع بعثة الحج التشادية المشرفة على تنظيم الحج والحجيج التشادين. أولى رحلات الحج لهذا العام لنقل الحجيج التشادين توجت بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بتشاد سعد الطراد بن خلف العتيبي لتوديع أول أفواج الحجاج التشادين ومتابعة عملية تسيير الحجاج قبل السفر. باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد، أرحب بالرحلة الأولى التي تحمل الحجاج التشاديين. أشكر أيضا فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو على تذليل صعوبات كثيرة واجهتنا في السفارة. أشكر أيضا بعثة الحجة التشادية وأهيب الحجاج التشاديين التقييد بالتعليمات والأنظمة لأنهم شركانا في النجاح إن شاء الله ويساعدونا في إنجاح موسم الحج مع الحجاج الآخرين. 485 حاج وحجة شدوا الرحالة في هذه الرحلة مع دعاء لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك وإن الحمد والنعمة لك والملك ولا شريك لك لبيك. كلمات وانطباعات ضيوف الرحمن لا توصف بهذه المناسبة. الفرصة النبيلة وهي من فضل الله عز وجل، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، والإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى وفقك لأداء هذه الفريضة فهي نعمة من نعمات الله عز وجل، لابد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى. أنا أول مرة ماشي لكن النظام ذاتك أعجباني، النظام ده أعجباني عشان الإنسان بس مساجل وما نعرف، أنا شفتك النظام ده أديل ماشي الحج. نقول الله يجعلنا العافية في بلدنا والله يهادينا جميعا والله يساعد الجماعة كل اشتركوا في الحج. نتمنى لأي زول إن شاء الله ربنا يزور قبر المصطفى. الشعور ده بتوصف طبعا، ربنا يتم الحج وربنا يقدرنا بعد الحج. نتمنى لهم الكل بالسلامة، نمشي بالسلامة ونرجع بالسلامة إن شاء الله. رحلات تفويج الحجاج التشادين إلى الأراضي المقدسة سيتم تفويجها بمجموع 485 حاج في كل رحلة من العاصمة أنجمينة وإلى المدينة المنورة. ونلفت الانتباه بأن هذه الرحلة تعد الثانية في تفويج الحجاج. هذا ولقد وصل بحمد الله حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة البالغ عددهم 494 حاجا وحاجة، حيث كان في استقبالهم القنصل التشادي هناك. الزميل علي فاضل من السعودية عد لنا هذا التقرير. بحمد الله وسلامته وصلت الطائرة الأولى والتي تقل على متنها حوالي 494 حاجا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في رحلة إيمانية لأداء فريضة الحج عبر خطوط شركة ناسا للطيران السعودية. وقد استقبل حجاج بيت الله الحرام استقبالا حرا من قبل نائب رئيس بعثة الحج ومرافقيه والبعثة الدبلوماسية برئاسة سفير تشاد بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مسؤولي الجالية التشادية بالمملكة. وفي كلمته بهذه المناسبة رحب القنصل العام لتشاد بجدة السيد شير نورمي بضيوف الرحمن وتمنى لهم إقامة سعيدة، وقال إن القنصلية العامة ستظل بجانبهم لتسهيل تنقلاتهم. أما من جانبه نائب رئيس بعثة الحج لهذا العام تحدث حول هذا الحدث العظيم. الحمد لله الحجيج وصلوا بسلامة بعدد 495 حاج، وهذا يدل إنما يدل على نعمة الله سبحانه وتعالى على العبادة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وسهل لنا الأمر حتى بدأنا بزيارات السكن للحجاج. وهذه السنة يعني بذلنا جهد كبير
حتى رفضنا بعض المساكن التي لم تليق بحجاجنا، وهذا أول مرة وشهد به الجميع في في في, في المجتمع، لأن في السابق عندما يأتون الحجاج يسكنون في أي سكن، لكن هذه المرة رفضنا ثم رفضنا ثم رفضنا المساكن التي لم تليق بحجاجنا. كل هذا يدل إنما يدل على حسن نية رئيس الجمهورية الذي عيننا في هذا المنصب، ومساعدة السفير والقنصل وأعضاء البعثة الدبلوماسية. وختمت احتفالية الاستقبال بكلمة السفير تشاد لدى المملكة العربية السعودية. نحن سعداء جدا بأن نكون حاضرين ونرحب بقدوم الحجاج التشاديين، وكذلك يعني نحن نشكر اللجنة وكل الجهات المعنية التي بذلت كل الجهد حتى هذا التنظيم هذا الحاج يكون بطريقة يعني مميزة. ونحن شاهدنا أن الحجاج وصلوا بعافية وسلام، وكذلك يعني في ظروف يعني طيبة، فإذا هذا يدل على جودة التنظيم. ونذكر بأن حجاج بيت الله الحرام سيقيمون بالمدينة المنورة 3 أيام لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم وبقية المقدسات الإسلامية، وبعدها سينتقلون إلى مكة المكرمة. نظمت رابطة شباب الصوفية بجات مهرجان ضمن مهرجاناتها التي تقام أسبوعيا إحياء للسيرة النبوية، يكون المهرجان حافلا بالمدائح النبوية. آدم حنفي. مسجد الخيف هو أحد مساجد العاصمة جمينة التي تستقبل رواد مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مساء جمعة، لذا وصل مادحي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقافلتهم التي تقودها رابطة الشباب الصوفية بتشادي إلى مسجد الخيف، وذلك بهدف إحياء مهرجانهم الأسبوعي، مهرجان كانت فيه مدائح نبوية تصف الممدوح صلى الله عليه وسلم بصفاته التي يختص بها عن غير خلق الله. إمام مسجد الخيف الشيخ سراج الدين عبد الله أبان في كلمته التي أكد فيها ماهية التصوف. ومعنى الصفا صفا القلب من كل الأمراض التي أعجز الأطباء عن علاجها ولم يجدوا لها مهدئات، فلذلك العلماء رضي الله عنهم من أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقيام به، وهذا في تنظيم الأخلاق وعليه فإن المهرجان قد شهد عدة مداخلات جلها تحكي عن التمسك بالصوفية وحث الشباب فيها. الأمين العام لرابطة مشيقة الطريقة التجانية الشيخ إبراهيم عمر إنجاري حيث وجه خطابا من شأنه يصف الطريقة التجانية بأهميتها ومكانتها، هذا ويشار إلى أن هذا المهرجان يحتل العد 80 من سلسلة أعداد مهرجانات الطريقة التجانية منذ بداية نشاطها.